أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المغاربية التي تعود لكم مع أجواء ذكرى ثانية للحراك الشعبي تعود المغاربية، مغاربية قناة الشعب كما كان يرددها الحراكيون، مغاربية التي تعرضت إلى مؤامرة قطع بثها بسبب تغطيتها حينها للحراك الشعبي. أجواء الحراك الشعبي تعود، أجواء 2019 تعود، إنها الجمعة 105 بتاريخ الحراك، إنه 19 من فيفري 2021، سنتان مرت على 19 من فبراير في خنشلة. خنشلة التاريخ تعود لصنع التاريخ على موعد مع التاريخ، عادت خنشلة في الموعد مثلما انتفض الخنشليون في 19 من فبراير قبل الهبة الوطنية الواسعة والشاملة للثاني والعشرين من فبراير. كانت خنشلة على الموعد اليوم في 19 من فبراير، ويا له من موعد في جمعة أخرى من جمعة الحراك، الجمعة 105. نتابع الأجواء في خنشلة اليوم. كانت هذه المسيرة اللافتة في خنشلة في 19 من فبراير 2021 في استعادة لخنشلة التاريخ التي صنعت التاريخ. خنشلة طبعا تاريخ الثورة، وخنشلة 19 من فبراير بعد خراطة وقبلهما جيجل في انتفاضة الجزائريين التي تكللت في 22 من فبراير من 2019. نتابع، نعيد التذكير بالتاريخ، كيف كانت خنشلة قبل عامين في 19 من فبراير 2019 وتلك الانتفاضة وبكل رمزيتها وإسقاط وتمزيق والدوس حتى على صور بوتفليقة، فيما كانت السلطة آنذاك تحشد لفرض عهدة الخامسة للرجل المريض. إذن كانت هذه فقط للتذكار، خنشلة 2019، خنشلة 2021 19 من فبراير. ونبدأ من خنشلة. نوفل شكاوي الناشط الحقوقي تنقل هناك. نوفل شكاوي، لو وضعتنا في أجواء خنشلة اليوم وما دلالات تاريخية حتى نقول لهذه المسيرة اللافتة الحاشدة حتى لخنشلة اليوم.
نعم، يعني اليوم كانت هي في المستوى وفي القمة، لأن نظرا كي نقارنوها بحجم التضييقات وحجم الثورة المضادة وحجم الأقيل والقاقاويل اللي كانوا مارسوها أطراف، يعني نقولوا أطراف نظامية وأطراف غير نظامية عندها مصالح، باش اليوم ما تكونش هذه الذكرى باش يدفنوها، وفي نفس الوقت باش يعزلوا الأوراس ويعزلوا الجزائر ككل. نرجعوا لقضية فرق تسد وأن يحبوا ينسبوا الحراك وشيطنوه في منطقة، ولكن يعني المناضلين والناشطين تاع هذه الجهه كل الولايات سواء ام بواقي من تنقلتنا باتنا خنشله فيها حتى من تبسه فيها من قسنطينه تنقلوا رغم اني قلت لك كانت محاصره حصار شديد لدرجه ان الناس كاين معنا واحد قال له اني رايح للحمام قال له راجع غدوه. يعني هذا يدل انهم كانوا هايبين، وبرغم ذلك كانت حاشده وكان يعني ذكرى هي احتفاليه وفي نفس الوقت تذكير بان الاوراس ليس للبيع. يعني كما ناس حابه تصور وتتاجر بالاوراس على انه للبيع وانه تابع للنظام وانه هو للصفوف الخلفيه تاع النظام ويتبع فقط، اليوم كانت رساله واضحه. ما نقولش باللي رساله جهويه كما يعتقد البعض، ولكن هي عندنا واحد خصوصيات يفهموها الناس كما نقول باللي الاوراس للبيع ليس للبيع، لان اطراف بزاف كانت تاجرت وحاولت اليوم في نفس الوقت انها تقوم بعمل موازي وهي احياء الذكرى داخل القاعات، ولكن الشباب يعني تاع هذه الجهه فضلوا ان الاحياء ويبينوا لهم باللي الاحياء في الشارع كما بدا وكما سينتهي، لان تغيير القاعات والصالونات لن ياتي بنتيجه وهو مجرد تربط موقع، او يعني ما نقولوش من الكعكه لان الكعكه ما لحقوش عليها، ولكن الناس قاعده تعرف في نفسها انها تكون خدامه جدد للنظام بدون شروط بدون شراكه سياسيه بدون رؤيه واضحه لوش قاعد يصرى، بدون حتى نحاولوا طمس المعتقلين. ولكن اليوم كان التذكير وتهز تيف يعني كبير جدا هو تضامنا مع رشيد نكال. يعني اليوم خنشلة هم أبناء خنشلة مشكورين، ما نساوش الشخص اللي جاء وكان من بين الأسباب اللي هو رشيد نكال. يعني اليوم الزور لافتاء الحرية لمعتقل السياسي رشيد نكال، هذا حتى باش نقولوا باللي احنا ما ننساوش الناس وباللي الجزائر مازالت على قلب واحد اللي هو رجوع الحراك وهو التغيير الحقيقي. هذا هو اللي قاعدين ننشدوه ولازم يفهموه، انه خرج جيل جديد ورؤيه جديده، هو ليس بعيد عن الجيل اللي قبلنا، ولكن الجيل اللي قبلنا مسكين صاروا له امور بعد الاستقلال وهو مسكين يدجن وهو قاعد يتقمع وهو يتعرض للاضطهاد. الان جات تكميله للجيل هذا اللي استفاد من الاخطاء السابقه وفهم طريقه تفكير النظام وطريقه محاولته عزله للاشخاص جميعا وعدم التكاتف بينها. لذلك انا بالنسبه لي اليوم فرحت جدا، والله فرحت كي جات ان خنشله وصلت ميساج باللي احنا ما زلنا واقفين وباللي الجزائر كلها انا على قلب رجل واحد. والعبره انه كيما خراطه خرجت كيما خنشله خرجت كيما في الجنوب خرج، يعني مطالبنا هي واضحه ومطالبنا هي جامعه وليست مفارقه، هو الذهاب الى جزائر حقيقيه وتغيير حقيقي، تغيير كما يراه الشعب وليس كما يراه النظام، لان النظام هذه السلطه الشموليه والممارسه الابويه التامه اللي ما راح وقتها. يعني لازم نفهموا حوايج باللي احنا ما بقيناش في النظام الشمولي، وانا في وقت قاعدين نقولوا لهم باللي الناس راهي الشعب فاق. انا قلت لك رغم اليوم التضييقات، يعني تضييقات مهوله بين الولايات، تصور بين ولايه وولايه 40 كيلومتر تلقى فوق العشر درجات. يعني السؤال من اين، واللي قلت لك كانت صوره مضاده، ناس يعني استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي ان خنشله لا ترحب كما يقولوا هما اصحاب الفاشيطه ويحبوا يصوروا على اساس ان هناك اعازات الاطراف. لا، اليوم جينا على قلب واحد في خنشله وقلنا لا للنظام الشمولي ولا للديكتاتوريه وان النظام سيستمر. طيب، وهي يعني تحيه لحد سكان خنشله على حسن الضيافه، هذه نوجهها لهم تحيه خاصه. يعني انا اليوم واش نقول لك، شفت الشباب وكذا يرحبوا بينا وفرحوا بهذا التضامن اللي كاين بيناتنا، يعني هنايا نفهم باللي صح مازال كاين الامل والامل كبير في التغيير. طيب، ما دلالات ان تاتي هذه المسيره في ذكرى 19 فبراير وايضا هداة خطاب تبون الواضح انه متعلق واستباقا ل 22 فبراير
حل المجلس الشعبي الوطني، إطلاق سراح السجناء المعتقلين كما اسماهم، حتى في مقابل سلطة كانت تنفي أن يكون هناك معتقلون في سجونها. نعم هناك تناقض، عندما طال الوزير بالحيمة وقت ينفي ويقول أنه لا توجد سجناء الرأي ومنعدمين، ومن بعد اللي يخرج رئيس الجمهورية في حد ذاته لعينه يخرج وش يقول لك باللي معتقلين ومعتقلي الرأي وتقطر في وسائل الإعلام اللي كانت تشيطن فيهم من قبل. وش تقول هذه وسائل الإعلام؟ هذه وسائل الإعلام هي في حد ذاتها تكتب باللي معتقلي الرأي وأنهم اعتقلوا أثناء التجمهر أو كما يسميوها هما على منشورات إلكترونية. يعني هذا إفلاس وما بعده إفلاس، ما نقدرش نقولوا شيء آخر. يعني هذا هو الإفلاس بحد عينه سمنتي. هذا حنايا المعتقلين ليست كما نقولوا مزية، حنايا هذه كانت مطالب واضحة وحقيقية أن المساجين هذو المعتقلين رأي ومعتقلين تأسف أنهم يروحوا كل ديارهم. يعني هذا كانت متوقعة، هذه كما يقولوا هما النظام يقول لك أنا للتهدئة، وأنا ما نظنهاش هذه للتهدئة، ولكن هو التمهيد للناس اللي حابه تزيد تركب، يعني تزيد تولي خدامه جدد في بلاصه البرلمان السابق، انها تتعوض فقط. لان كما قال مهري رحمه الله عليه، وش قال لهم مهري؟ قال لهم مشكلنا في الجزائر عمره اللي كان في الاشخاص، مشكلنا راهو في منظومه، في سياسه حكامه. طيب منظومه وسياسه حكامه وتغيير جذري. لذلك هذا انا حاب نتساءل، لماذا لم تكن هذه القرارات من قبل؟ البرلمان هذا بالنسبه لي هو اتعس برلمان، لانه مر قوانين تدميريه للبلاد وافق عليها، وهو في سبيل الحفاظ على مناصبهم والشهريه تاعهم وافقوا وقعدوها وخرجوا من الباب الضيق. يعني الدليل انه النظام استخدمهم فقط. يعني واش من امل للناس اللي قاعده تشوف في البرلمان الجديد؟ هل فعلا راح يمثلوا الشعب ويمثلوا رائد الشعب وراح يمارسوا مهامهم كسلطه تشريعيه؟ انا ما نظنش في ظل الوضع الحالي والقوانين الحاليه والذهنيه الحاليه تاع النظام. طيب. اللي هي تتسم بالشموليه. يبقى معنا نوف الشكاوي، انضم الينا في النقاش عبر خدمه سكايب من الجزائر، السيد عبد الغني بادي المحامي الناشط الحقوقي المدافع عن معتقلي الرأي، وأيضا محفوظ بدروني ناشط في الحراك النائب رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد. أستاذ عبد الغني بادي، قبل أن نأتي إلى الشق القانوني وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ما رأيك 19 فبراير يعود بكل رمزيته في خنشلة وفي أجواء ذكرى ثانية للحراك الشعبي، مسيرة طبعا تاريخ كذلك لها الجمعة 105، محاولات خروج قمعت في مناطق أخرى، خنشلة كان العدد كبيرا فيما يبدو ربما هو الذي فرض هذه المسيرة، في مناطق أخرى قمعت المسيرات، ومناطق أخرى استطاع الجزائريون كذلك الخروج في الجمعة 105. مساء الخير أخي جمال. مساء النور. أكيد أن مسيرة خنشلة اليوم مسيرة تؤكد على أن الشعب الجزائري الذي انطلق من البرج وخراطة وخنشلة قبل 22 فبراير يريد أن يؤكد بأن هذا المسار، مسار الحراكي، مسار الاحتجاجي، مسار المظاهرات، هو الوحيد الكافي بإحداث التغيير، وهو الكفيل والوحيد الذي يمكنه كذلك أن يحدث ميزان قوى دائما في إطار سلمية. لهذا الجميع يعلم مدى سعي السلطة لقمعه واحتجاه وتكسيره وحتى متابعة نشطائه، فالسلطة تعلم جيدا بأن هذا الحراك هو الذي يمكنه أن ينقل الشعب الجزائري إلى مرحلة خارج هذه المنظومة، الذي بإمكانه أن يغير الجزائر إلى مرحلة جديدة حقيقية وليس المرحلة التي تتكلم عليها عن منظومة وتسميها بالجزائر الجديدة. لذلك فهذه الاحتجاجة ستبقى ما بقي النظام قائما. إذن فالعزيمة هنا والثبات هنا من خراطة إلى خنشلة إلى ربوع الوطن إلى العاصمة 22، أعتقد يوم 23 يوم 24
هناك إصرار وعزيمة على أن الإرادة التي أرادت التي خرجت يوم 22 فبراير 2019 بقيت قائمة، وهي تعرف بأن مهمتها تنتهي عندما يحدث التغيير الحقيقي. فمسألة بقاء النظام، مسألة بقاء النظام الآن في هشاشة كبيرة. هو يعلم جيدا بأن أنه في عزلة، ويعلم جيدا بأن ما يريد أن يمرره من استحقاقات تقليدية صارت تقريبا في شبه المستحيل. تعرف ما قام به تبون أمس هو في الحقيقة يعبر عن حالة يأس حقيقية، عن حالة تخبط، عن حالة لا حل الذي يبحث عنه، الحالة الذي يجد نفسه النظام فيه. يعني هو الآن يريد أن يجد الحلول لكن مع البقاء. وهذا مسألة صارت غير منطقية ومعادلة غير صحيحة. الحل خارج النظام، والنظام يريد أن يجد حلول لنفسه ولا يريد أن يجد حلول للأزمة، لأنه في الحقيقة هو ما يملكش حل. كل واضحين أن ما قدمه أمس سواء من إطلاق سراح المساجين أو محل البرلمان، الحل يعني كان ننظر يعني بكل سطحية حتى بدون تعمق، لو ننظر إلى هذين الأمر ليس ماهيش هما الحل، ماهوش هذوما الحل اللي نقدروا نحلوا بهم الأزمة الجزائرية في تجذراتها، في عمقها، في بعدها، في عصبها. هي أزمة دائما يريد النظام أن يعالجها بسياسة البريكولاج. تتذكر جيدا أخي جمال أنه بوتفليقة عندما خرج حشود يوم 22 فبراير 2019 بدأوا في تقديم شيء من التنازلات، بدأوا بمسألة تقليص العهدة ثم تمديد إلى نهاية العهدة ثم انصرفوا إلى إبعاد بوتفليقة نهائيا. هذا لا أعتقد بأنها كانت فكرة بوتفليقة بقدر ما كانت فكرة منظومة الحكم. الآن هناك شيء من التنازلات الاستباقية ل 22 فبراير 2021، يعني هم كانوا ربما يستشرفون 22 فبراير 2019 ولكن فاجأتهم الحشود، فاجأتهم الهبة الشعبية، فاضطروا إلى تقديم بعض التنازلات حول العهدة الخامسة، التخلي عنها بعدها إبعاد. الآن هم يريدون أن يعرفون بأن غضب الشارع، غضب الشارع وغضبه يعني أحيانا يشتعل أكثر بالاعتقالات، ويشتعل أكثر عندما يجد بأن فئات الشعب الجزائري على اختلاف أعمارها، على اختلاف فئوياتها، موجودة في 48 ولاية في السجون. فأرادوا من خلالها أن يبعثوا رسالة على أن لهم رغبة في تقديم ما يسمى بنوع من عربون الثقة. لكن عندما تشاهد في نفس الوقت في اليوم الذي تشهد فيه إفراجات، تشهد فيه اعتقالات، وغدا لو تجد الناس تمشي ترفد لافتة في العاصمة تطالب فيها بالانتقال السياسي، راح توجد كذلك اعتقالات. يعني هذه المنظومة لا عهد لها ولا ذمة. هذه المنظومة هي اللي فرجت في 2 جانفي 2020 تم الإفراج على 72 معتقل من معتقل الرأي جاء بعده، يعني تمت اعتقالات على نطاق واسع. إذن الأزمة السياسية طبعا دائما كل أزمات سياسية. يبدو أننا فقدنا الاتصال بعبد الغني بادي، سنحاول ممارسة سياسية صحية وتكون فيها أزمات حريتية، هذا ما تقدرش. طيب سنحاول ربما العودة إليك أستاذ عبد الغني بادي، الخط رديء. قبل أن نعود إلى محفوظ بدروني، نتابع بالمناسبة الإفراجات عن المعتقلي راي خالد درارني، تم الإفراج عنه صحفي الذي كان يزعم ناطق باسم الحكومة وزير الاتصال أنه ليس صحفيا وليس سجين ومعتقل رأي، وكان ينفي حتى هذه الصفة، بينما تبون يعلن إطلاق سراح معتقل الرأي والمفارقة مثلما كان يقول سيد عبد الغني بادي، أنه في نفس الوقت إطلاق سراح معتقلين والذين خرجوا يعتقدون في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، اعتقل بعضهم ومنعت مسيرات في مناطق عدة. نتابع إطلاق سراح خالد دران.
خالد الراني صحفي حر، خالد الراني صحفي حر، خالد الراني صحفي حر، خالد الراني صحفي حر، خالد الراني ماشي خبرجي، خالد صحافي ماشي خبرجي، عسكرية ولا مدنية ماشي عسكرية، ولا مدنية ماشي عسكرية، ولا مدنية ماشي عسكرية. صابة 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 خلينا نتنفس صابة صابة إذا كان هذه لقطات للإفراج عن خالد دراني. أستاذ محفوظ بدروني، خالد دراني تم الإفراج عنه وآخرون كذلك مثل ما أعلن تبون أمس في أجواء ذكرى ثانية للحراك الشعبي. خنشلة كانت في الموعد، وهل ترى تغيرا أو استعادة لأجواء 2019 بعد عامين من الحراك الذي تم تعليقه بسبب الجائحة؟ خراطة كانت مسيرة كبيرة وطنية، خنشلة كذلك كانت في الموعد، اليوم في استعادة بعد خراطة، خنشلة 19 من فبراير ونحن على أبواب 22 فبراير. شكرا على الاستضافه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اعتقد باللي ان الحراك لم يتوقف، يعني رغم يعني توقف المسيرات، الا انه استمر باشكال مختلفه ومظاهر متنوعه، ولذلك يعني لا يمكن اختزال الحراك والفعاليات الحركيه فقط في المظاهرات والمسيرات في الشوارع. الحراك هو يعني هو حالة وعي، إدراك لطبيعة يعني التحرك الجماعي من أجل التغيير الجذري، هذا هو الحراك. ولابد هذا الحراك أن لا نأمل أن ينتقل من 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 مرحلة الفعاليات الحركية التي تمارس حاليا إلى انتقال نقلة نوعية، بحيث يصبح لقوة ضاربة على هذا النظام المستبد، هذا النظام الذي لا يسمع إلا لنفسه، على أن يسمع لصوت الشعب ويغادر المشهد نهائيا، لأنه هو سبب الأزمات، سبب كل الفشل الذي اعترى الجزائر. هذا النظام هو نظام يعيش خارج الزمن، خارج معطيات التاريخ والجغرافيا، فهو لا يعي بأن هناك وعيا جماهيريا يدرك حقيقة يعني دور الشعب في إحداث التغيير. وهنا يعني المطالب والأوضاع يعني لابد على الأرض تتغير، نحن لا نكتفي فقط بتكرار نفس الفعاليات ونفس الأساليب في التعامل مع هذا النظام، لابد من ابتكار وسائل أخرى متجددة، لابد من يعني من توعية، من يعني تحشيد يعني بقية الشعب للخروج بقوة، وليس فقط للعدد الأعداد هذه التي تخرج كل أسبوع. لابد من تنويع الفعاليات الحركية، فهناك فعاليات سلمية عديدة لابد من ممارستها على الأرض. طيب طيب يبقى معنا سيد محفوظ. المغاربية كانت حاضرة في مغاربية قالت الشعب كانت حاضرة في ولاية سطيف، في بالضبط في بني ورثلان، حيث خرج مرة أخرى الحركيون ككل جمعة، لم يتوقف تقريبا الحركيون في بني ورثلان على الخروج في اليوم الجمعة 105، وهذه الالتفاتة الخاصة لقناة المغاربية التي عادت للبث بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي، التي تعرضت إلى مؤامرة وقف بثها لأنها كانت تغطي الحراك. الجمعة 105 هنا في بني ورثلان. Let's go.
إذن الجمعة 105 المغاربية قناة الشعب في بني ورثيلان. نوفل الشكاوى المغاربية عادة طبعا أنت أحد ضيوفنا لسنوات قبل وقف بث القناة بسبب تغطيتها للحراك التآمر عليها تعود مع أجواء ذكرى ثانية للحراك وهذا الزخم الذي يعرفه الحراك خراطة اليوم خنشلة ومناطق أخرى بعضهم استطاع الخروج مثل بني ورثيلان بعضهم منعوا وبعضهم اعتقل في مقابل خطاب تبون أمس يتحدث عن إفراج عن معتقلي الحراك. نعم يعني هي أولا نفرح بهذا الحدث تاع رجوع قناة المغاربية ويعني نشكروها اللي هي رافقتنا طيلة سنوات أنا يعني في مشوار النضالي سواء النضالي الحقوقي أو نضالي من أجل اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. كانت المغاربية هي المنبر الوحيد اللي فتحت لنا وخلاتنا نتكلموا دون قيد أو شرط. يعني وحنا واحد الوقت الناس كي تعرضوا تنطق بالمغاربية نقول لهم قولوا الإعلام تاعكم يحل لنا ويخلينا نهضروا وفق رؤيتنا تصورنا ونشوفوا، ولكن للأسف هو يعني واش راح نقولوا المغاربية كما تقول صوت الشعب هي دون مجاملة حقيقة هي صوت الشعب وبقات صامدة والمغالب تآمرت عليها يعني قوى كبيرة قوى كبيرة لأنها يعني قناة واحدة هاي قناة واحدة عرات منظومة كاملة وكانت صوت الشعب حقيقة فما بالك يعني إذا تعددت هذه القنوات وكانت صوت الشعب مشبوع مسموع. يعني كيما قلت تاتبون تاع يقول لك انا الاعتقالات وكذا احنا واش نقولوا له معليش انتكم تقولوا الاعتقالات حبستوهم وكذا وما كانش اطرقوا لنا الساحات يعني كما يقولوا بيننا وبينكم الساحات حبسوا علينا القمع الناعم هناك قمع مباشر وقمع غير مباشر يعني هناك ناس بزاف راهي غير راضيه على المنظومه وحابه تخرج ولكن خليهم يعني ما تقيسهمش في لقمه العيش كما يخرجوا كاين ناس موظفين نعرفوهم بالالاف وكي نصادفوهم راهم متذمرين ولكن هناك سياسه الابتزاز النظام قاعد يبتز في المواطن من اجل حقوقه يعني باش نوصلوا لدوله الحق والقانون هو انك تعبر على رايك دون ابتزاز دون انه باش يشوف الملف تاع السكن او التوظيف ما هي رؤيتك وخلفيتك السياسيه هنا نقدروا نقولوا وصلنا للدوله ويقدر تبون زم يحكي على الجزائر الجديده ولكن ما دام مازالت الممارسات يعني هذه اللي قلت قمع ناعم هناك قمع ناعم قاعد يتعرض له المواطن اجمع هناك استهداف للنشطاء بالمتابعات القضائيه وسجنهم اللي هم يعني صامدين ورغم ان النظام غالق عليهم وقافل عليهم وهناك استهداف للشعب ككل وهو استهدافه في لقمه عيشه وابتزازه بحقوقه الاجتماعيه لذلك نقولوا احنا للنظام سيب حقوق الاجتماعية وما تدخلش فيها رؤية ورؤية التغيير وخلي المواطن ترى هو اللي يفصل ثم نقدر نقوله أن حققنا دولة الحق والعدالة والقانون اللي قاعدين نصباولها جميعا لأن التناقضات في الخطاب السياسي عذرا يعني أنا دقيقة طيب سنعود إليك نوفل الشكاوي سنعود إليك خلينا نسمع بالمناسبة نسمع تبون مقتطف من خطاب تبون أمس ثم نعود اليوم رانا في الذكرى على ايام قلائل تكون الذكرى الثانيه للمسيرات التي نفتخر بها للحراك الاصلي الاصيل المبارك اللي نفتخر به واللي ابهر كل الدول كل الشعوب واللي انقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها قد وبالأخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية لأن احنا ما دامنا على أيامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل أني خديت قرار ومضيت مرسوم تعفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات المجموع بين 55 و60 فرد
إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلة. إذن تبون متحدثا أمس في خطابه عبر التلفزيون الحكومي، انضم إلينا في النقاش مراد بياتور المكلف بالصحافة في الأرشيدي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. سيد مراد بياتور، كنت تسمع معنا تبون، كنت تتابع ربما خنشلة اليوم كانت في الموعد في 19 من فبراير بعد خراطة وذكرى ثانية من الحراك الشعبي. تبون يصر أنه الحراك الأصيل كما يسميه المبارك، ما قراءتك ما أعلن عنه تبون من إفراجات السلطة ومن يدافع عن مقاربة السلطة يقول هذه مبادرة يد ممدودة، ما رأيك؟ صناع القرار في الجزائر والسلطة بكل توجهاتها وبكل عصبها تعيش خارج التوقيت السياسي للجزائر. هي خارج التوقيت السياسي لأن الآن هناك معطيات، هناك شارع يطالب بالتغيير، هناك حتمية الذهاب إلى انتقال ديمقراطي اليوم، لأن السياسية ظهر عجزها في الشارع في الميدان، ظهر عجزها في تسيير أمور الدولة في كل المجالات، سواء في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي، في كل المجالات هناك فشل ذريع وفشل واضح للسلطة السياسية في كل المجالات، وهذا ناهيك عن مشكل أو أزمة الشرعية الحادة التي تعاني منها السلطة السياسية اليوم. إن نريد أن نحل أزمة التي تعيشها اليوم علينا بتشخيص صحيح لما تعيشه الجزائر اليوم. هل نحن أمام أزمة شرعية؟ هل نحن أمام غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم؟ هل هناك شارع يطالب بالتغيير؟ إن كان تشخيص، إن كانت الأسئلة التي طرحتها هي إجابة على أزمة شرعية، نحن أمام غياب. طيب مراد بياتور، للأسف يبدو أن هناك إشكال في الخط، لا نسمعك بشكل جيد، يتقطع، ربما يعيد الزملاء الاتصال بك، أفضل أن نسمعك، على الله نسمعك بشكل أوضح. محفوظ بدروني أعود إليك، كنت تستمع إلى تبون يكرر في خطابه الحراك الأصيل المبارك. نعم، هذه هي دأب كل الأنظمة المستبدة الدكتاتورية، تريد دائما يعني أن تستحوذ عن كل الأحداث التاريخية التي تمر بها بلادها، فهذا شيء طبيعي. رأينا أكثر من ذلك أن الأحزاب السبب التي كانت يعني هي تابعة لمنظومة الفساد والاستبداد والتي ثار عليها الشعب في 22 فبراير 2019 تدعي زورا وبهتانا أنها هي كانت في الصفوف الأولى في الحراك. يعني هذا يعني هؤلاء القوم لا يستحون. الشعب الجزائري ثار ضد كل المنظومة الاستبدادية والفاسدة بما فيها أحزابها وجمعياتها وقوانينها ودستورها وأشخاصها وشخصياتها ورجالاتها، كلهم منهم في السلطة ومنهم في 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 في, في المحيط. وبالتالي هؤلاء يعني يريدون يعني يلعبون رجلا في 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 في, في الحراك ورجلا في السلطة القمعية. هم يستعملون يعني سياسة الترغيب والترهيب. يعني وإذا كانوا هم مع الحراك فلماذا استجنوا يعني رموز الحراك أو شخصيات الحراك أو وجوه الحراك ونشطاء كثيرين في الحراك؟ إذا كان هما يدعون بأنهم مع الحراك، فما هذا التفريق؟ الحراك المبارك الأصيل، هناك هل هناك حراك غير أصيل؟ هل هناك حراك غير مبارك؟ يعني كلمة كابورة. طيب ولكن أليس هل في منطق السلطة الحراك المبارك واللي جاب تبون للرئاسة؟ يعني هذه الاستمرار في مقابل حراك في الجهة المقابلة، بالعكس يصير أنه هو الذي يريد استكمال ما يريده من تغيير حقيقي، ولكن في الجهة المقابلة هناك من يدافع على تبون ويقول هناك مبادرة بإطلاق سراح معتقلي الرأي مهما كان، حتى وإن كان في الجهة الأخرى في اليوم الموالي يتم اعتقال مواطنين آخرين لأنهم خرجوا بالتعبير سلميا عن آرائي.
هو فيما يخص يعني تعبير الحراك المبارك الذي اوصل تبون الى السلطه فهذا كذب، يعني ما هي الا يعني ان هي الا كلمه يعني كلمه زور وبهتان. يعني الحراك الشعبي لم يطالب ولم يسعى الى ترقيه او ايصال شخص معين الى السلطه، كان يريد فقط يعني استرجاع السياده وان هو الذي يمارس السلطه، الشعب الجزائري. ولذلك نادى في من نادى من بين الشعراء الشعارات يعني هي السلطه للشعب والسياده للشعب، يعني يعني بلاد بلادنا وندير راينا، معنى هذا تعبير بسيط شعبي عن السياده الشعبيه يعني. وبالتالي لا يمكن يعني استعباء الشعب الجزائري ويعني تغطيه الشمس بغور البال. اما فيما يخص يعني قضيه اطلاق سراح المعتقلين، يعني باعترافهم يعني استعملوا مصطلح يعني المعتقلين، معناه ماهوش مسجونين، معناه كانوا هؤلاء رهائن يعني في سجون الظلمة، يعني هؤلاء الفسد والظلمة مذنبون وحكم عليهم القضاء، فبالتالي كيف لماذا تعفو عنهم؟ اما انك هذا العفو عنهم هو اعتراف صريح بان هؤلاء ابرياء وانهم هم مختطفون من قبل هذه العصابه الحاكمه، وبالتالي هذا ارجاع الى الوضع الطبيعي، يعني الانسان في الجزائر لازم يعيش حرا عندما يطالب بحقوقه ويمارس يعني سيادته ويمارس حرياته، هذا الوضع هو الطبيعي، وليس انه باجل انه يعبر عن رايه او يخرج في المسيرات او يقيم مظاهرات انه يعتقل. هذا هو الباطل، هذا هو الظلم، هذا هو عين الاجرام وعين الاستبداد يعني. وبالتالي فنحن نعتقد بانه هذا ليس تكرما وليس تفضلا وليس يعني منه لهذا النظام انه اطلق هؤلاء الحركيون، ونحييهم يعني هم اللي راهم يرفعوا في معنويه الشعب الجزائري باش يخرج بقوه ويستمر في حراكه وفي ثوراته. وبالتالي هؤلاء يعني من حقهم ان يكونوا احرارا يعني، وليس ان يبتز هذا النظام الفاقد للشرعيه الآيل الى السقوط بهكذا اجراءات سخيفه يعني. طيب في مقابل طبعا تبون يتحدث عن الصفحات الجديده المقبله عليها الجزائر، حل البرلمان وانتخابات برلمانيه مسبقه، او لنكون دقيقين حل المجلس الشعبي الوطني الغرفه الاولى من البرلمان، لانه لم يشير تبون الى الغرفتين، لان هناك المجلس الشعبي الوطني الغرفه الاولى في البرلمان الجزائري والغرفه الثانيه مجلس الامه. تبون تحدث بشكل خاص عن المجلس الشعبي الوطني، نتابع. قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي و سنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية، اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منها. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي احنا نساعدوهم، الحملة الانتخابية تكلفوا بجزء كبير منها، وهذه الكيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان. هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأن ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة، إذن ما هوش لا رؤساء البلديات ولا السادة الولات ولا اللي نظموا هذه الانتخابات، انتخابات تنظمهم حال الهيئة المستقلة اللي مستقلة لنفسها بنفسها، حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يدخلهم في خدمته. إذن
تحاول كل الوسائل باش ما يبقى حتى شك في مؤسسة. إذا تبون متحدثا عن حل المجلس الشعبي الوطني والانتخابات المسبقة، تبون كذلك تحدث عن حكومة، تعديل حكومي خلال 48 ساعة كذلك. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق، بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا اللي سامع النداء داك، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا وبعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل محفوظ بدرون. يعود إليك، تبون حل المجلس الشعبي الوطني، انتخابات برلمانية تشريعية مسبقة، ما رأيك؟ طبعا هذا المعطى ليس جديدا، كان الذين استقبلهم تبون كلفوا من رؤساء أحزاب، من كانوا معه كما يوصفون أرانب في السباق الرئاسي أعلنوا عن ذلك، عن هذه الانتخابات المسبقة لبرلمان لم يعد الآن ينفع فيما يبدو، هو الذي تم تمرير به قانون المالية المثير للجدل وأيضا الدستور كذلك. يعني شيء غريب أن هذا لا يتعلمون من التاريخ، يعني منذ يعني تقريبا نوعا ما إجراء يعني قرار التعددية المزيفة أجروا يعني عشرات الانتخابات، هل هذه الانتخابات هل يعني حققت نتائج، هل يعني استطاعت أن تحل المشكلة في الجزائر؟ أبدا، يعني هذه ما هي إلا يعني مراورات يعني سياسوية لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني وهما يعني والغريب في الأمر أن هناك فيه يعني فئة تصدق بأنه يمكن أن يكون التغيير عن طريق هذه المسرحيات والمسرحية الهزلية المسماة زورا وبهتانا الانتخابات. ما قش انتخابات في الجزائر، والشعب الجزائري قرر وعلن صراحة أنه لا انتخابات مع العصابات، معناه لا، هذا هو التغيير الجذري، معناه ما فيش لازم يعني المرور إلى المرحلة الانتقالية، يعني لازم تزول فيه كل هذه الطبقة السياسية المتعفنة التي هي سبب أصل وأصل البلاء وأصل الأزمة في البلاد. يعني لا يمكن أن يأتي الحل عمن هو سبب الأزمة، يعني هؤلاء هم الذين تسببوا في الأزمة، هم كانوا في 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 هذه المنظومة الحاكمة عشرات السنين وانخرطوا فيها. الهدف من هذه المناورة هو يعني العمل يعني واستدراج بعض يعني من النشطاء الحراك إلى الدخول في العملية هذه السياسية الباطلة، حتى يعطوا الصورة وبأن هذا العمل يعني العملية الانتخابية حرة ونزيهة وأنها مفتوحة للجميع، وبالتالي الهدف هو إفراغ الحراك من محتواه وتقسيمه وإحداث يعني معارك بينية داخله، وهذا هو المبتغى وهو المقصد. وإنما فقط عندما طلب الحراك بحل هذا البرلمان يعني في بداية الحراك، لماذا لم يستجب له؟ ومرروا واستعملوه عدة مرات في تمرير قوانين ظالمة إجرامية، ومنها هذا الدستور العار والشنار. ولكن في المقابل ما رأيك في تبون يعتبر أنه الدستور كأنه الشعب الجزائري صوت عليه بالعكس بنسبة مقلوبة، أنه كأنه 80% من الجزائريين صوتوا على هذا الدستور، بينما العكس هو الصحيح.
الشعب الجزائري لم يذهب الى صناديق الاقتراع، يعني اقل من 10% اللي ربما ذهبت الى صناديق الى مكاتب الاقتراع، يعني هذا هي الحقيقه. يعني ما فيش يعني لم يكن هناك يعني مشاركه يعني شعبيه في هذا الاستفتاء، يعني وبالتالي هذا استفتاء من ناحية القانونية باطل، يعني باطل كيف يعني القانون الأسمى القانون الأساسي العقد الاجتماعي يعني لا يصوت عليه غالبية الشعب يصير يعني هو الحكم وهو الأساس وهو المرجع في هذه الدولة. هذا شيء عجيب، يعني إن هذا أمر عجاب. كيف يعني هؤلاء القوم ما زالوا لا يفقهون لا يعقلون؟ يعني طيب. كفاكم أن أقول لهم كفاكم يعني طيب. خادعة يعني واستكبارا في الأرض. يعني ماذا عن التعديل الحكومي؟ خديعة جديدة أم أنه تبون يقول في المقابل أنه هذا لتحقيق تطلعات الجزائريين وأنه استمع لانتقاداتهم لفشل بعض القطاعات؟ هو يعني كيف يعني من الشرعية يعني كلها كفاءة والأهلية في اختيار رجال أكفاء ونزهاء، يعني هم يعني وصلوا إلى السلطة بارتكاب أكبر الكبائر وهي التزوير. التزوير هو أكبر الكبائر، يعني بقول وهذا بقول استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر منها شهادة الزور وقول الزور والتزوير. كيف يكون هذا الشيء ده كان شهادة واحدة، فما بالك يعني عملية تزويرية يعني شاملة؟ يعني كيف يعني؟ وهؤلاء القوم الذين يعينونهم لا يعينونهم لكفاءاتهم وخبراتهم ويعني بل يمتلكون من قدرة واستحقاق، وإنما هي كلها عبارة عن تدوير لشبكة الفساد والاستبداد وتدوير للقليونتان الزبائنية المحيطين بصناع القرار. يعني هذا لا اقل من ذلك. طيب يبقى معنا محفوظ بدروني قبل ان نعود الى مراد بيتور الذي عاد الينا، وهناك مشكله في الاتصالات، صعوبه الوصول عبر الهاتف وانقطاع الاتصال مع عبد الغني بادي وحتى مع نوف الشكاوي. هذا يقول ما يقول عن وضع قطاع الاتصالات في الجزائر في مقابل طبعا تسويق عن مؤامرات تتعرض لها الجزائر عبر الانترنت، فيما التصنيف الجزائر في التصنيفات العالمية في المراتب المتأخرة. خالد درارني الذي تم اعتقاله عندما كان يؤدي عمله كان يقوم بتغطيته الصحفية وتم تلفيق كم من تهم إليه، تم الإفراج عنه كما كنا نتابع في أول حصة. نستمع الآن إلى ما قاله بعد الإفراج عنه. نشكر كل المواطنين المحامين الصحفيين والجزائريين والناس في الخارج اللي تساندوا معنا، لان قضيتنا كصحفي حر ومستقل قضيه عادله مثل ما هي قضيه كل الصحفيين المسجونين وكل معتقلين الراي. سنكون كلنا احرار لما يتم اطلاق سراح كل المعتقلين ان شاء الله. خالد دراني اذا متحدثا بعد الافراج عنه. مراد بيتور عاد الينا. مراد كيف يبدو لك المشهد؟ كنت تستمع ربما ما قاله خالد درارني. اليوم الجمعة 105، خراطة كانت في الموعد وتبون كان أمس، يبدو أنه كان يريد أن يكون في الموعد كذلك استباقا ل 22 فبراير. قلت لك أن في البداية أن السلطة السياسية في الجزائر تعيش خارج الزمن السياسي أو خارج التوقيت السياسي للبلد. ربما نحن كطبقة سياسية اليوم علينا أن نفهم أشياء، أن نفهم هناك البعض، لأن نتحدث عن طبقة سياسية، هناك البعض رحب بقرار إن ممكن أن نسميه قرار أو يرتقي إلى قرار وهو عبارة عن قرار عشوائي، لأن رئيس دولة يقول لك راني نسرح 30 مضيت على مرسوم باش نسرح 30 مسجون و30 ولا 35 ولا 65 حتى الارقام تمضي على مرسوم وانت ماكش حاط بالارقام. هل نحن حقيقه امام دوله هنا؟ نحن نعاني من غياب الدوله، غياب ثقافه الدوله عند المسؤول السياسي، هذا مشكل. اذا هذا القرار هناك بعض من الطبقه السياسيه رحبت به وكونه كانه انتصار. نعم نحن جد سعداء لكل المسجونين الذين خرجوا اليوم ومعتقلين الذين اعتقلوا ظلما الذين خرجوا ويلتقون بعائلاتهم اليوم، فنحن جد سعداء لهم، ولكن نحن كسياسيين نطالب بتبرئتهم
وتعويضهم المادي والأخلاقي، لأنهم لأن السلطة السياسية البارحة عن طريق رئيس الدولة اعترفت بأنها أخطأت، لأن هناك بالحمار قال لنا في وقت سابق بأنه لا يوجد معتقلين سياسيين في الجزائر ولا يوجد معتقلين رأي. البارحة هناك اعتراف أنهم معتقلين رأي، اليوم هناك إطلاق سراح لمعتقلين رأي. إذن السلطة السياسية تراجعت في بعض الأشياء، أما إن كانت هناك العديد من مراكز القرار كل واحد يتلو علينا دبوره فهذا شيء أيضا آخر ودليل آخر عن غياب الدولة وغياب ثقافة الدولة. الطبقة السياسية عليها أن تعرف أننا أمام فرصة تاريخية اليوم، أمام فرصة تاريخية من أجل إنقاذ الجزائر، إنقاذ الجزائر وفرض على السلطة على فتح المجال السياسي، فتح المجال الإعلامي لفرض انتقال ديمقراطي حقيقي. أين نؤسس للديمقراطية؟ البعض يقول لك أننا حققنا انتصار، لا لم نحقق انتصار. نعم نحن أربكنا السلطة، مسيرة خراطة أربكت السلطة، السلطة تخوفت من عودة المسيرة 22 جداري. إذن علينا أن نعرف أن الشارع وحده، أن الخروج إلى الشارع هو الذي سيقلب الموازين. الشعب والشارع دخل رقما صعبا في معادلة التغيير وفي معادلة السياسة في الجزائر. علينا أن نفهم هذه الأشياء. الشعب اليوم أصبح رقما صعبا ورقما بإمكانه أن يغير كل المعادلة السياسية. الشعب بالضغط على السلطة بإمكاننا تحقيق التغيير المنشود والتغيير والوصول إلى الديمقراطية. ولا يمكن، أنا أقول هذه الجملة، لا يمكن أن نصل إلى الديمقراطية دون انتقال ديمقراطي للسلطة. علينا فرض انتقال ديمقراطي بوضع آلية الشعب اليوم من حقه الحصول على فرصة لتكريس دولة القانون، للحصول على فرصة للعيش في دولة ديمقراطية، وهذا عن طريق مؤسسات وضع آليات ومؤسسات انتقالية تضمن انتقال السلطة السياسية للعودة إلى المسار الانتخابي. أما الذهاب إلى انتخابات والمضي في سياسة وفي خارطة الطريق وضعتها السلطة فهذه لن تنقذ الجزائر، بل ستنقذ النظام السياسي وستعيد إنتاج نفس النظام الذي دمر الجزائر منذ 62. نحن نريد القافية، وهو أنا أتحدث كحزب سياسي، ولكن نحن نقول القافية كما طالبها الشعب في الشارع، لأن الشعب يريد القافية مع ممارسات. طيب ما دلالات خروج خنشلة كذلك اليوم 19 فبراير، بعد خراطة قبل يومين أو ثلاثة من 22 فبراير؟ نعم، اليوم رأينا هناك تجنيد في خنشلة، وتحية لكل الذين تجندوا في خنشلة اليوم. قلت لك أن الشارع هو رقم صعب في المعادلة. الشارع هو وحده من سيخلط الأوراق على السلطة. نحن في الحزب منذ 2012 ونحن نقول بأننا علينا تغيير موازين القوى، علينا العمل على تغيير موازين القوى. اليوم موازين القوى هي في صالح التغيير بفضل خروج الشعب إلى الشارع. علينا الهومان تونير للكعب، علينا الحفاظ على هذه القوة، على هذه الفكرة التي تصب في التغيير، لأن هذا النظام فاشل في كل الميادين. العمال يعانون، الليروتريتي يعانون، المتقاعدون يعانون، الشباب يعاني، الجامعيون يعانون. هناك نصف مليون شركة مفلسة حسب الأرقام الرسمية، أكثر من نصف مليون منصب شغل ضاع في الدومان تاع لا ريستوراسيون والأشغال العمومية. إذن نحن أمام سلطة سياسية ليس بإمكانها إيجاد حلول. علينا فرض الانتقال لإيصال الجزائر إلى مصاف الدول كي لا أقول شيء آخر. طيب ابقى معنا مراد بياتور. قبل أن ينضم إلينا في النقاش الكاتب الصحفي محمد إيوانوغا، نتابع جانب من الأجواء في الحراك اليوم الجمعة 105 في بجاه. Yeah.
انضم الينا في اللقاء الشيخ محمد بلوغ الكاتب الصحفي. محمد بلوغ، كيف يبدو لك المشهد؟ جمعه 105 ايام على 22 فبراير، واليوم 19 فبراير في خنشلة تبون كان يتحدث امس. كيف تقرا الابعاد والدلالات ونحن في ذكرى ثانيه للحراك الشعبي؟ اليوم نسينا شويه خنشله، ولكن ربما ابارمون على حساب لي فيديو اللي شفناهم اليوم. هما ما نساوش بلي اليوم يحتفلوا هما ثاني بمرور ذكرى ثانيه للحدث التاريخي اللي صنعه في خنشله، اللي هو اسقاط صوره عبد العزيز بوتفليقه. دونك ابري خراطه سيتي خنشله، هذا هو الشيء. هكذا بدا الحراك في 22 فبراير. حنا كامل الانظار كانت متجهه نحو خراطه، ونسينا وصحاب خنشله ما نساوهاش. دونك اليوم هما اليوم احتفلوا بطريقتهم بالحدث هذا، فكروا الناس بالشيء اللي صار في خنشله هذاك النهار. طيب طبعا خنشله، ولكن نفس الشعارات، شعارات الحراك كانت حاضره، ونفس المطالب يعني دوله مدنيه ماشي عسكريه مثلا. طبعا حتى حاجه ما تغيرت، ما دام خطاب السلطه ما تغيرش، اكيد خطاب الحراك الشعبي ما يتغيرش. حتى يتغير الخطاب تاع الحراك الشعبي لازم السلطه ثاني تغير الخطاب تاعها. السلطه من نهار حتى قبل في الحقيقه ما كانتش تجتمع المطالب الحراك الشعبي. حتى يعني الاصرار امام اصرار البصيرات الشعبيه وارتفاع يعني عدد المشاركين من جمعه الى اخرى يفرض عليهم باش يتخلاو على العهد الخميسه، بعدها ولاو يخونوا الحراك الشعبي. بقاو من هذاك الوقت، من افريل ولا في 2019 لليوم، هما مازالوا في نفس المنطق اخوين الحراك الشعبي، وجعلوا انه هي الاجنبيه هي اللي تحرك في الحراك، وبالتالي السلطه ما راهيش تتقدم في المواقف تاعها من الحراك او من الازمه السياسيه بشكل عام اللي مطروحه في البلاد. دونك منين؟ لان الحراك الشعبي ماهوش حزب سياسي اللي راح ينتج افكار ولا ينتج برامج ولا ينتج بدائل ولا اللي راه يطمح للوصول الى السلطه. الحراك الشعبي دوره انه يضغط على السلطه لقبول التغيير، بالتغيير الجذري للنظام ولاسلوب الحكم الى اخره. هذا الشيء النظام يبدو انه ماهوش مستعد باش يديره، والنظام مستعد دائما باش يدير الاصلاحات التقنيه اللي مولف يديرها، هذا مركز. طيب النظام عبر تبون اعلن عن افراج عن معتقلين، تم الافراج عن بعضهم. خالد راني مثلا خرج في مكان الصفه انه هؤلاء بالنسبه للناطق باسم الحكومه وزير الاتصال نفى صفه الصحفي عن خالد راني، والمعتقلين ليسوا معتقلي الراي، بينما تبون يصفهم بانهم معتقلي الراي. واعلاميا محمد، ما رايك؟ نفس الاعلام الذي كان يتجاهل خالد راني وذهب حتى لنزع صحيفة الصحفي عنه، يوجه الآن كاميراته لسجن القليعة ويتحدث عن الإفراج عن معتقلي الحرق. لا، هذا أمر طبيعي. كل الناس يعني ماشي حاجة جديدة، كل الناس المتزلفين للسلطة نهايتهم هي هكذا، يزيدوا عليها، يزيدوا من بعد السلطة تعترف بالواقع. هذا الشيء اللي صار مع كل اللي تشوف كل زعماء السياسيين اللي راهم احياء اليوم ولا اللي ماتوا الله يرحمهم، كانوا في مرحله من المراحل السلطه رفضت تحاور معهم او قصتهم بشكل كامل من المشاركه يعني في العمل السياسي. تلقى الناس هكذا يزيدوا عليها ويخونوهم ويوصفوهم بابشع الاوصاف، ثم السلطه تتصالح مع هذ الناس وتتحاور معهم وتشاركهم في العمل السياسي، ومن بعد هذوك الناس كيف ما يحشموش يوليو هما من بعد يتبناو خطاب السلطه. المتزلفين من السلطه هذه هي طبيعتهم. المؤسف
هو أنه بعد ثورة 22 فبراير من المفروض هذا الشيء يزول. وناس ناس يعني من المفروض إلى يعني فترة قصيرة كانوا يعتبرون من النخبة الواعية في هذا المجتمع هذا، واحد كما عمر بن حمر إلى فترة قصيرة جدا كان من النخب يعني النيرة المتنورة في هذا المجتمع الجزائري. شرار يعني من القلائل الأفراد القلائل في المجتمع الجزائري اللي كانوا عندهم يعني رؤية سياسية ورؤية يعني مستقبلية تحت خطاب كما هذا وتحت لعبة كما هذه. مؤسف جدا مؤسف جدا إذا كان واحد كما عمر بن حمر وقع في لعبة كما هذه. دونك نفس الشيء أكيد كل واحد حتى مهما كانت كفاءته ليوصل للسلطة حتى في نفس القوقعة في نفس الخطاب، وبالتالي ما يمكن يعني أن يقدمه على المستوى التقني سواء في مجال السير بشكل عام أو في المجال السياسي بشكل عام يعني الساحة السياسية سيفقده بهذا يعني سيفقد مصداقيته، وبالتالي تصبح حلوله حتى ولو كانت تقنيا ربما حلول مليحة تصبح يعني فارغة تصبح فارغة من محتوى ولا تؤدي أي أثر في الواقع. طيب يبقى معنا محمد إيوانوغل. طبعا قبل خطاب تبون الذي كان على الثامنة التلفزيون الحكومي أثار سخرية وأجمع الجزائريون على أنهم تابعوا سكتشا وليس فيديو لمن زعم التلفزيون أنه إرهابي كان يريد اختراق الحراك مع جماعته الإرهابية، وتحول الأمر إلى تنكيت وتنذر في أوساط الجزائريين. نتابع تصريحات أبو الدحداح. سينزل قال المدعو أبو الدحداح جوليبي التحق بالجماعة الإرهابية عام 1994 بالقضارية. احنا حبينا الفكرة نتاعنا الفكر المسلح والفكر الجهادي والعنف حبينا ننشروه للمجتمع الجزائري عبر هؤلاء، هذا الأمير ديزاد ودهينا وعربي زيتوت اتفقنا كيف نطيحوا النظام هذا. هما يحرضوا باش يحرضوا الحراك هذا بالسلمية وحنا ندعموهم السلاح وكيف سما لا كانت تحولت إلى ثورة. احنا كنا نبازوا عليهم ثم باش يحرضوا الشباب للحراك يحرضوه. احنا كنا مع الأولى نقول لهم بلي سلمية ندعموهم بالسلمية، بس احنا حابين نخترقوهم باش تولي أمر بالسلاح والجهاد. احنا السلمية ما نستعرفوش كاع بها، تبداو يحرضوا كما يقول لك العصيان المدني. واش العصيان المدني؟ هو العنف. العصيان المدني احنا عندنا عصيان مدني، العصيان المدني بعد يولي مسلح كما بدات في سوريا واليمن وليبيا. هو في بدايه الحراك فتحت صفحه حراك مازال هذوك مفتوحه في التويتر، تبعوني انا افراد في الحراك مثل بودلا تبعني في السمانة الأولى تبعني في الفيسبوك، تاني فتحت في صفحات واتصلت معي الصفحة اللي فتحتها أنا في الفيسبوك اتصلت بها بأمر ديزيد واتصلت بها بأعضاء مراشد. أنا كانت عندي عدة قنوات مثل قناة الحراك، كانت عندي قناة الناشط، كانت عندي قناة المنشاريس، كانت عندي تان قناة في الأمن الإلكتروني وكنت تنشط فيها في الأمور تاع الحراك. المهم كنا نديروا بها إشهارات ونحرضوا فيها الشباب تاع الحراك. أنا قناة الحراك كانت فيها حوالي قريب 2000 متابع، وفي تيليجرام في متابعة حاجة كبيرة بالنسبة للفيسبوك. كما كلفونا هنا كلفوا أفراد بينهم أبو عبد الله بينهم حسين هريدة المدعو أبو موسى كان فاتح قناة يسموها سراج الوهاج. إحنا كان ماذا بينا نحكوا النقطة هذه باش إسقاط النظام. الوقت داهمنا، قبل أن أعود إليك نختم معك محفوظ بدروني، أعود إليك محمد ديوانوغن. ما رأيك قبل تبون في نفس التوقيت الثامنة تلفزيون الجزائري يبث ما اعتبره جزائريون سكتش أبو الدحداح جولوبيب، ما دلالته؟ وإن طبعا كتبه التلفزيون واضح على عجل جولوبيب، والمقصود هو جوليبيب وهو صحفي صحابي بالأحرى
معروف. ما دلالات هذا؟ طبعا كل هذا يأتي في الذكرى الثانية ل 22 فبراير. طبعا ماهوش في وقت الفيسبوك وفي وقت يعني التكنولوجيا الاقتصاد اللي اصبحت مسيطره, يعني الشباب الجزائري خاصه الشباب تاع اليوم كلهم عايشين تقريبا داخل هذا العالم الافتراضي هذا, ما تقدرش تفوت عليهم حكايه كيما هذه. تجيب واحد ارهابي يعني من 1994 يقول لك من 1994 تحكموا داخل كازما في جبل, تقول لك ان مثل يعني يتحكم في كل هذه الشبكه هذه اللي كانت تكلم عليها, تويتر وتليجرام وفيسبوك واليوتيوب وهذه وهذه هذه في الجبل, وحنا في العاصمه في قلب العاصمه في مؤسسات رسميه, ماشي في قلب العاصمه, في مؤسسات رسميه ما عندهمش الانترنت. تدخل الموقع تاع رئاسه الجمهوريه الان تلقاه فارغ, ما تلقاش فيه معلومه صحيحه وحده يعني محينه, تلقى في انفورماسيون اكتواليزي تلقاه قاعدين. قل لي هذا من 94 هو في الجبل, من 94 هو في الجماعات الارهابيه, وين قرا وين تكون هذا السيد هذا باش يتحكم؟ 94 ما كانش كاين لي ريزو سوسيو. ولكن هل حتى شكله محمد هل يعني وين تعلم هذا السيد هذا؟ وين تكون؟ اذا كان هذا السيد هذا كان ارهابي من 1994 اليوم وين تكون؟ وين شكون كونوا هذا السيد في المجال تاع التكنولوجيا الاتصال؟ محمد ولكن حتى شكلا هل يوحي عمره بانه واحد طلع في 94 الجبل يعني عنده 26 سنة شكله حتى فيزيائيا يعني حتى مو معليش كاين الناس اللي قريت انا بعض الناس اللي نعرفوهم معروفين ماهوش بسيدونيم ولا حاجة ولا صفحات وهمية, الناس نعرفوهم شاهدوا في الفيسبوك بلي هذا السيد هذا معروف في المنطقة تاعو, وما على باليش انا كيف حتى 94 هو في الجبل وحافظ على صحته. ما بون شفنا الصوره اللي حكموه بها والصوره اللي جوزوه بها في التلفزيون, السيد تغير تماما يعني بين النهار اللي حكموه كان ضعيف وكان موسخ الى اخره, والنهار اللي جابوه في التلفزيون كان ربان. حنا كما يقولوا حنا كما نقولوا الدرجه دونك يعني كلام مليح وارتاح مليح تسقم باينة بلي ماشي في فتره تاع 20 يوم ولا شهر اللي يقدر يصرى له هذاك الشيء. دونك ليماج الاولى وليماج الثانيه على الاقل كان عده اشهر بين الصورة الأولى اللي كان اللي شفناها والصورة الجديدة تاعو. هذا الجانب ربما نخليوه للتقنيين تاع الصورة يقدروا يفسروها لنا أكثر. بصح هذا السيد اللي من 94 هو عايش في كازما في جيجل في الجبل في جيجل, منين وين تكون؟ وين حبينا نعرفوا وين قرا؟ وين قرا لي ريزو سوسيو هذا السيد هذا باش يقدر يتحكم في هذا؟ ولكن حتى الانترنت هل هو متوفر في الجبل؟ حتى الانترنت هل هو متوفر؟ الانترنت متوفر في الجبل في جيجل, ما في الشونتر فيلو ماشي متوفر, في الجي ماشي متوفر, كاين كان متوفر في الجبل. تسمى كاع النقص تاع التدفق تاع الانترنت اللي رانا نعيشوه اليوم, تسمى الانترنت مخبيه كلها في الجبل في جيجل ولا كيفاش؟ ولكن اليس مضحكا كذلك عندما يقول بانه ونحلوا المشكل تاع الانترنت في الجزائر ولا كيفاش؟ اليس مضحكا كذلك؟ دوك التلفزيون الجزائري ماهوش في اول اكذوبه عليه, نفس الاسلوب اللي اعتمد التلفزيون الجزائري من ايامات الحزب الواحد, من حادثه كبسي قليل مشهوره ربما كان اللي ما سمعوش بها, احنا كنا صغار هذاك الوقت كانوا يحكيوا لنا عليها. كبسي قليل جابوا سلاح من المروك, جابوا سلاح ارمخ في منطقه كبسي قليل ما بين بجايه والساحل اللي ما بين بجايه وتجوز ما بين بجايه واصفون, رموا سلاح لتما لاجل يعني التسليح يعني منطقه القبائل باش تنفصل على البلاد الى اخره. نفس السيناريو من هذاك الوقت من 75 ولا 76 ولا مانيش عارف مكتشفه الحكايه هذه, نفس السيناريو مازال نفس المنطق مازال يفكر به السلطه من هذاك الوقت لليوم. ولكن الم يستعمل نفس المنطق مع وليد نقيش؟ طبعا على روحه. الم يستعمل نفس المنطق مع وليد نقيش عندما روجوا بانه الماك يستهدف الحراك, واتضح ان القصه مرتبطه بطالب وليد نقيش الذي تعرض الى ما تعرض اليه من تهذيب واغتصاب. للاسف الشديد نفس الحكايه, نفس السيناريو عشناه مع وليد نقيش, عشناه الان مع الحكايه تاع ابو دحدح هذه, وعشناها من قبل توجور. وسائل الاعلام رغم التعدد قنوات التلفزيونيه الان
وحده يعني على الاقل من منطلق المنافسه يديروا مجهود شويه باش يخرجوا لنا سيناريوهات فيها مصداقيه. حتى من باب المنافسه ما كاش ما يمشي يكسروا راسهم باش يحاولوا يخدموا عقلهم شويه ويخرجوا سيناريو عنده شويه يدخل شويه في العقل، يعني عنده شويه منطق. واش نقول لك، المنظمه الاعلاميه في الجزائر هي اكبر خطر اليوم على الانسجام الوطني، على الاستقرار السياسي، على الاستقرار، على الاستقرار بشكل عام تاع البلاد. اذا كان المنظمه الاعلاميه هذه ما تبدلتش ما كان حتى حال راح يكون في البلاد. شكرا جزيلا لك محمد ديوانوغ الكاتب صحفي محفوظ بدروني. ابو الدحداح ما زال طبعا يثير التنذر والسخريه طبعا من الكلمات، مثلا ويقول بانه عنده في صفحه يشرف عليها واحد اخر انه كانه شبكه اسمها السراج الوهاج، ويقول انه عنده صفحه فيها 2000 وحاجه كبيره، ويبدو انه هناك مونتاج في التليجرام تاع الفيسبوك، يعني في تصريح غريب عجيب. ولكن هذا ظهرت له صور قبل شهرين في ديسمبر تم اعتقاله، وبثت صور طبعا الجزائريون سارعوا الى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. تم اعتقاله وبثت صور وزاره الدفاع، وهو معتقل في صورتين مختلفتين، مره مقيد اليدين من الخلف ومره من الامام، كما نشر طبعا هذا كله على عهده ما نشر في الفيسبوك. لم يظهر حينها بالصوت أبو الدحداح، فجأة عشية قبل أيام من الحراك، ذكرى ثانية للحراك 22 فبراير، يبرز على التلفزيون الجزائري ويقول ما يقوله عن الحراك. هذه هي الأساليب تاع الأنظمة الشمولية الديكتاتورية المستبدة، دائما عندما تعجز عن يعني إقناع شعبها بخطابها بممارستها بسياستها تلجأ الى 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 هذه الاساليب العفنه وهذه الممارسات القديمه لحرف تحريف الشعب وحرفه عن مساره التحرري. هذه استعملوها تكرارا ومرارا لا سيما في العشريه، يعني عندما كنا كل يوم كانوا يقدمون مثل هذه الوجبات، يعني باللي هناك هاو مسلحين يعني ارهابيين قبضنا عليهم وهاو يصرفوا، هذا العمل هذا عمل دنيء، يعني كيف انت اذا كان هذا راه ارتكب يعني راه متابع وقضائيا، كيف تروح تخرجوا من 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 المؤسسه العقابيه وتروح تصوروا ويدلي بيت صريح، يعني كيف اي حق، يعني معناها هذه كلها مونتاج، تم مونتاج التركيب، يعني هذا ما عندوش حتى عندنا احترام حتى للقضاء، يعني كيف يعني واحد يخرج تخرجوا تظهر الصوره تاعو يصرح تصريحات في التلفزيون، هذا شيء غريب، يعني هذا ما تصراش في اي دوله محترمه، دوله اللي تحترم القانون، يعني هذا راه يعني راه تحت النظر، راه في حبس احتياطي لا يسمح له باي تكلم خارج، يعني الا مع يعني الاجهزه القضائيه، سلم الاجهزه القضائيه تصرف فيه. ثم هذه عشناها، هذه الممارسات الاسطوانات المشروخه، يعني هذه استعملت واكل عليها الدهر وشربها. هؤلاء قوم يعني لم يتطوروا اصلا، يعني ما زالوا في ضلالهم القديم وفي ممارستهم القديمه، يعني هو كله يعني كذلك، يعني عند بدايه الحراك، يعني عندما جريده من الجرائد نشرت في صفحتها الاولى بعنوان عريض بان هناك 17 من داعش راهم قادمين من العراق وجاي وداخلين الحراك باش يفجروا الحراك، يعني هذا يعني وش هذا الاساليب، يعني وش هذا. طيب الان في دقيقه، يعني في دقيقه ودقيقتين الوقت يختم، نختم البرنامج، الوقت يضغط علينا، نحن على ابواب ايام، ثلاثه ايام من 22 فبراير ذكرى الحراك. أقول بلي أنه نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، ما دام يعني مشكل قضية الشرعية لم تحل في الجزائر، الشعب الجزائري سيواصل كفاحه ونضاله حتى يستعيد السيادة. وقت هذه
التغيير آتي لا محل له. أن هذا الحراك سيتطور إلى ثورة. تزيله من النهائي. هذا من سنن الله ومن قواعد يعني التاريخ. يعني لا يمكن يعني لنظام مستبد يعني ان يستمر يعني ويبقى في 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 في, في الحكم يعني الى الابد. لابد لكل بدايه النهايه. هذا النظام شرف على نهايته، وان شاء الله نامل يعني ان تكون هذه الحراك، هذه الموجه الثانيه من الحراك اكثر قوه واعظم زخما واكثر نشجا، سوف ان شاء الله تتمكن من فرض التغيير الجذري ان شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. محفوظ بدروني ناشط في الحراك، نائب رئيس الجمعيه الجزائريه لمحاربه الفساد، كنت معنا عبر خدمه سكايب. للاسف فقدنا الاتصال بمراد بياتور المكلف بالصحافه في الارسيدي، نشكره جزيل الشكر. نشكر كذلك نوفل شكاوي الناشط الحقوقي، كان معنا من خلش التي كانت في الموعد في 19 من فبراير، موعد مرة أخرى مع التاريخ خنشلة. ونشكر للأسف انقطع كذلك الاتصال بالأستاذ عبد الغني بادي، محامي الحقوقي المدافع عن معتقلي الرأي. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم في الجمعة 105 في أجواء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وتأتيكم على قناة المغاربية التي عادت إلى البث بعد مؤامرة قطع البث التي تعرضت لها بتنسيق من السلطات من النظام الجزائري وسلطات الفرنسية، كما قال حتى باحث فرنسي، كما أكدها باحث فرنسي عادت المغاربية. وفي الشارع في بني ورثلان ردد الحراكيون المغاربية قناة الشعب، هي التي كانت في زخم الشارع يردد الحراكيون الجزائريون المغاربية قناة الشعب. الجمعة 105 هنا في بني ورثلان. بني ورثلان